بالنسبه للغياب ديال يوسف رابح بالنسبه لي انا شخصيا من بعد اعتزال ديال مودي نيفت كنت كنتمنى وكنت كنشوف ان يوسف رابح هو اللي غادي ياخذ الطريق، ولكن للاسف انه التجربه الاحترافيه اللي مشى لبلغاريا ما عاوناتش بزاف، ولكن الرجوع ديالو لفريق الوداد البيضاوي فهو من احسن المدافعين الحالي فريق الوداد البيضاوي، ولكن كنظن الاعراف والاختيارات ديال المدرب حتى هي لعبت الدور، ولكن الحمد لله انه ولا رجع العافيه ديالو فهو بيت ان شاء الله غادي يبقى ان شاء الله غادي يكون من المدافعين اللي ما كان ديالو كاينه في الوداد. وحاليا الوداد غادا ما خصناش نفرحوا بزاف لان جوج ديال المقابلات اللي تجراو تقريبا في ربع ايام اللي كنتمناه هو ان هاد اللاعبين الشباب خصهم دعم خصهم الجمهور ماشي الجمهور خارج الملعب، خاصة الجماهير ديال الوينر نتمنى انه تراجع الاوراق ديالها لان راه الفريق ديالها هو اللي كيعاني ماشي اشخاص، فإلى رجعوا لان اللاعبين الشباب خصهم دعم من طرف الجماهير الغفيرة ان شاء الله هاد السنة هادي نوصلوا الفريق والسنة المقبلة ان شاء الله راه غادي ننافسوا على جميع الجهات. بالنسبة للفريق الوداد البيضاوي عندنا دابا ثلاثة ديال الحراس من أعلى مستوى، الوسطي فهو الحارس ديال المنتخب الأولمبي، بن عاشور حارس ديال منتخب الشباب، نادي حارس المرمى ديال المنتخب الجو، ماشي غير ما بقاش نادر حراسة المرمى، إلا خليتي نادر ولعبتي بلاعبين شباب فغيكون عندك فريق من أعلى مستوى، لأن نادر كتبقى المكانة ديالو فما كتبدلش لأنه حارس، ماشي غير ما بقاش في الفريق الوطني فالمستوى ديالو مع لاج غادي ياخذ اكسبيريونس بزاف، إلا لاحظتي في المقابلة ديال الفتح كنرجع ليه الفرق الانتصار ديالنا، كذلك ضد الدفاع الحسني الجليلي في هذا المستوى، فكنظن بأن المدرب ما كيحبسو إلا وعارف المكانة ديالو، كنظن بأنه مازال نادر يلعب 21 ولا 9 أخرى على مستوى الشباب. ورأيتك في عقيد اللي مشى في خيط الجميع؟ فكنظن بأن أنا مع الفكرة لأن لاعب جبناه الان من احسن الحراس مع الجمعيه السنويه، وكان في الوداد غادي يكون كنظن بان تروازيام كارديان ما غنستافدوش منه، ما غيلعبش مع الفريق ديال الامل لان كاين بن عاشور، فكنظن بان احسن ما دار في الوداد، الوداد كنظن بان المسيري ديالهم عندها تفكير احترافي، فمنين صيفطوا عاقل فكنظن بان غادي يمشي يلعب تقريبا 31 مقابله وغادي يرجع الفريق الوداد على الجنب. Attention.com.